طوال 6 أيام عاشت مدينة الرباط على إيقاعات فن يحمل من التفرد الشيء الكثير. بالمركب الملكي للفروسية دار السلام عاشت جماهير من الرباط والنواحي عروضا أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع. هذه العروض نظمت في إطار الدورة 19 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية تبرد برسم بطولة المغرب لسنة 2018. وعرفت نهائية هذه التظاهرة الرياضية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس مشاركة 18 مجموعة في فئة الكبار و6 في فئة الشباب تمثل مختلف مناطق وجهات المملكة. وعرفت هذه الدورة التي تندرج ضمن البطولة الوطنية لفنون الفروسية التقليدية مشاركة أجود الفرسان والخيول المغربية، فضلا عن أفضل الفرق التي تمثل مختلف جهات المملكة في فئتي الكبار والشبان. وتضمن برنامج التباري الإنجازات التي حققها فرسان السربة تحت قيادة المقدم والتطابق الحركي الجماعي والسير بانضباط ووحدة حركة البنادق والطلقة الجماعية الموحدة ووحدة لباس وسروج. كما توجت سربة المقدم ماهر البشير من جهة الدار البيضاء استات عمالة استات بطلة للدورة 19 لجائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية. وتقدمت سربة المقدم ماهر البشير في هذه التظاهرة على سربة المقدم توفيق الناصري من العمالة ذاتها وسربة جهة بن ملال خنيفرة بقيادة المقدم محمد زواوي من عمالة خريبكه.